آه يا قلبي آه. أهلا وسهلا بكم، أسبوع تاني حلقة جديدة من كريف فينشرز مع عزام، من أشهر المطاعم في الدوحة. الليلة إحنا وين؟ كراب بوت. معلش أناني جدا. Can I have more rice؟ طبعا سي فود ما ينفع من غير شنو، لازم جرجير، بصل، ليمون. اوشن فيو بوت يكون فيه تاي صوص. اول حاجه ده الرز حقكم سي فود. سي فود ما بهزر، ما في بزاف. من حلاوة الجمبري. شوف 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 شوف. شوفوا الحجم، شوفوا السايز. قصيدة حب. آه يا قلبي آه. آه. شوف الشغل يا جماعة، أي حاجة. بالغتوا يا كرابوت، والله بالغتوا. يا راجل شغل شغل. أيها السلطعون أقنعتني صراحة. معانا بسم الله. شوف أقول لك حاجة بصراحة، أنا بحبك. هل أنت بتحبني؟ حبي لك ما حيمنعني من إنه أكلك، لأنه أنت صراحة جبار جبار. شايفين؟ لسه فاضل جوا. أنا صراحة ما نفس الحلقة دي ننتهي. شوف كيف. معاكم عزام، كريف فينشرز، كراب بوت. تطلبوه من كريف آب، يجيكم لحد البيت أو لحد المجلس. وما تنسوا أكلموني، أنا عزام سي فود كينج إن دوحة. تعالوا جيب أهلك معاك ولا نفرق معاك.